9 سنين سنة رابعة ابتدائي في مدرسة نجيب محفوظ. جدتي دايما تقول لي إن الشعب المصري ده أجدع شعب في العالم، رجالة وستات جدعان ليهم معدن مش موجود إلا عندنا، معدن أغلى من الذهب وأقيم من الماس. بصوا أنا موهبتي لكوع الشعر، وعاوز حضرتك يا ريس بعد ما تسمعوا تقول لي ايه رايك في الكاي، بس بصراحه وما تجاملنيش يعني، ممكن؟ صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان، اعرفكم بنفسي واقول لحضراتكم انا انسان، يجوز عندي اختلاف لكن من قالوا ان شخص ضعيف، مدام عايش فلي كيان، مدام عايش فلي كيان. مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة، مولود بقدرة ربنا اللي خلقني انسان مش اداة، انا عندي قلب جميل قوي وعندي حلم جميل قوي، ومعايا رب الكون سند ويا بخت من ربه معاه. المستحيل المستحيل مش مستحيل، المستحيل ممكن يكون، بس انتوا شوفوا بقلبكم وما تحكموش حكم العيون، علشان انا ما يهمنيش غير اني بس اكبر وعيش، ولكل واحد شافنا عاجز انكم لا تعلمون. اصل الحياه دي اختبار من ربنا، وانا راضي بنصيبه الجميل وسعيد كمان، انا عارف ان انا اتخلقت عشان هدف، وانا هنا هو بسعى اجيب الامتياز في الامتحان. كل اللي نفسي احققه اللي انتوا بس تصدقوا، إن الجمال مش في المظاهر، الجمال جوه الكيان. محدش فينا عمره اختار ملامح شكله من بره، خلقنا ربنا بإيديه وسوانا، لكن احنا اللي بنكرر جمال القلب جوانا. فلو عاوزين تحاسبونا حاسبونا، حاسبونا على قلوبنا، ولو امكن تاخذونا على اللي ما كانش باوان، يا ريت تشوفوني زيهم، يا ريت كل البشر هي انا. بشكرها من قلبي عشان زرعت امل فيا، بحبك يا ابو قلب اصيل اللي شايلاني بالصبر طويل، وعلمتيني اني جميل وهونتيها فعلي. بشكر كل ام وكل اب وكل شخص جميل كان سبب في سعاده قلوب جميلتي. عايزاني اقول رايي يا روضه؟ روضه نعم. عايزاني اقول رايي؟ اه. طب انا عايزك، عشان هي جميله قوي ومعناها جميل قوي ولقائك كمان زودها جمال، انك تقوليها تاني تسمعينا. تسمعينا وتعلمينا، تسمعينا وتعلمينا، قولي تاني بعد اذنك يعني. صباح الفل على بلد، صباح الفل على بلد وعلى العالم وكل مكان، اعرفكم بنفسي واقول لحضراتكم أنا إنسان،
يجوز عندي اختلاف، لكن من قالوا ان شخص ضعيف؟ مدام بحلم فانا موجود، مدام عايش فليا كيان. مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة. مولود بقدرة ربنا اللي خلقني انسان مش اداة. انا عندي قلب جميل قوي وعندي حلم جميل قوي، ومعايا رب الكون سند ويا بخت من ربه. معايا المستحيل، المستحيل مش مستحيل، المستحيل ممكن يكون، بس انتوا شوفوا بقلبكم وما تحكموش حكم العيون، علشان انا ما يهمنيش غير اني بس اكبر واعيش، ولكل واحد شافني عاجز انكم لا تعلمون. اصل الحياه دي اختبار من ربنا، وانا راضي بنصيبه الجميل وسعيد كمان. انا عارف ان انا اتخلقت عشان هدف، وانا هنا اهو بسعى اجيب الامتياز الامتحان، كل اللي نفسي احققه اللي انتوا بس تصدقوا ان الجمال مش في المظاهر، الجمال جوه الكيان. محدش فينا عمره اختار ملامح شكله من بره، خلقنا ربنا بايديه وسوانا، لكن احنا اللي بنكرر جمال القلب جوانا. فلو عاوزين تحاسبونا حاسبونا، حاسبونا على قلوبنا، ولو امكن تاخذونا على اللي ما كانش باوانا. يا ريت تشوفوني زيهم، يا ريت كل البشر هي. انا بشكرها من قلبي عشان زرعت امل فيا. بحبك يا ام قلب اصيل، ياللي شايلاني بصبر طويل، وعلمتيني اني جميل وهونتيها فعليا. بشكر كل ام وكل اب وكل شخص جميل كان سبب في سعادة القلوب الجميلة دي. طب انا هطلب منك طلبين يا روضة. الطلب الاولاني انك تسمحي لي ان انا اتشرف واجي اتسلم عليكي، و تسمحي لي كده؟ اه طبعا. طب الطلب التاني بقى، ماشي، ان يوم القيامة تقولي له هاتوا معانا. مش بتقولي ان سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا بايدينا؟ صحيح، هو اللي خلقنا بايديه. وانت قعدت تقولي انا جميله، وكمان هو جميل، ربنا جميل قوي يا روضه. طبعا. عشان كده يوم القيامه انت هتعهديني قدام الدنيا كلها تقولي له هاتوا معانا. هتقولي له ايه؟ يا رب هاتوا معانا. ممكن؟ ممكن.